السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم في الجزء ده من المحاضرة عن فاراداي لو اوف الكترومغنيتيك اندكشن. فاراداي اكتشف بالتجربة ان في كارنت هيتولد في الكوندكتنج لوب ده لما تايم فارينج ماجنتيك فيلد يعمل لينكينج مع الكوندكتنج لوب ده. طيب يعني ايه تايم فارينج ماجنتيك فيلد؟ يعني ماجنت بيتحرك ان واوت، فحركه الماجنت ده ان واوت ده الحركه دي هتجنريت تايم فارينج ماجنتيك فيلد. طب التايم فارينج ماجنتيك فيلد ده لما عمل لينكينج مع الكوندكتنج لوب ده ايه اللي حصل؟ فاراداي اكتشف ان في كارنت فين؟ في يبقى في الكوندكتنج لوب ده. طب ازاي عرف ان في كارنت في الكوندكتنج لوب ده؟ بان هو وصل التيرمينالز بتاع الكوندكتنج لوب ده بجالفانوميتر، فلاقي ان الايه فلاقي ان المؤشر بتاع الجالفانوميتر بيتحرك، فايه عرف كده ان في كارنت انديوسد فين؟ في الكوندكتنج لوب ده، ديو تو ايه؟ ان في تايم فارينج ماجنتيك فيلد ماله عمل لينكينج مع الكوندكتنج لوب ده. طب قلنا عرفنا ازاي ان هو عباره عن تايم فارينج؟ ما هو المجن ده هو سورس اوف ماجنتيك فيلد، فلما بيتحرك كده الحركه بتاعته يمين وشمال كده بقى عمل ايه؟ بدل ما كان بقى بيجنريت تايم فارينج ماجنتيك فيلد، بدل ما هو كان كونستانت ماجنتيك فيلد بقى تايم فارينج، بقى ماجنتيك فيلد بيتغير مع التايم. الماجنتيك فيلد اللي بيتغير مع التايم ده لما عمل لينكينج مع الكوندكتنج لوب ده عمل جنريت ولد كارنت في الكوندكتنج لوب ده. فاراداي قال ان هو ان التايم فارينج ماجنتيك فيلد عمل جنريت لالكتروموتيف فورس في الكوندكتنج لوب ده، والالكتروموتيف فورس دي هي اللي عملت درايف لكرنت في الكوندكتنج لوب ده. يبقى فاراداي اللي هو قال ايه؟ قال ان تايم فارينج ماجنتيك فيلد دي فاي باي دي تي عمل جنريت لايه؟ لالكتروموتيف فورس. يعني ايه الكتروموتيف فورس؟ يعني فولتج. هنعرف ليه هو ما قلناش انه فولتج، ليه احنا قلنا الكتروموتيف فورس؟ قال لك ليه؟ قال لك لان اي فولتج اور اي ام اف بيبقى ديو تو الكتريك فيلد. فقال لك لو كان هو لقي لما جاي يشوف الفيلد جنريتد قال لك ان الكورسبوندنج الكتريك فيلد لمين؟ للالكتروموتيف فورس طلع بيروتيت، فما اقدرش اقول عليه فولتج. يبقى معنى ذلك ان الفولتج ديو تو نان روتيتنج الكتريك فيلد. فعلشان خاطر ان الالكتريك فيلد ده بقى روتيتنج، فانا قلت بدل ما ينفعش اقول ان هيبقى ايه، هيبقى موجود في الكلوزد لوب ده فولتج، يبقى الكلوزد لوب ده بقى فيه ايه؟ بقى فيه انديوسد اي ام اف، والاي ام اف دي ديو تو روتيتنج الكتريك فيلد، وجود الـ AMF دي due to ان في corresponding electric field موجود، بس الـ corresponding electric field ده rotating electric field. وهنوضح شكل الـ rotating electric field في السلايدز الجاية. طب ازاي ان انا هخلي تايم فارينج ماجنتيك فيلد، ازاي انا اصلا اجنريت التايم فارينج ماجنتيك فيلد اللي بيعمل لينكينج مع الكلوزد لوب ده؟ ازاي انا جنريت تايم فارينج ماجنتيك فيلد؟ ازاي جنريت ماجنتيك فيلد بيتغير مع التايم؟ احنا عارفين ان الفاي الماجنتيك فلاكس هو عباره عن الانتجريشن بتاع بي دوت دي اس، اللي هو تقريبا ان احنا قلنا ممكن نقول بي اس في الكوزاين انجل اللي بين الاثنين، او احنا لو عايزين نبقى شايفينه كده يبقى الفاي عشان اخليها فارينج مع التايم، يا اما غير مين البي، يا اما غير مين الاس مع التايم، يا اما غير الانجل بتوين الاثنين مع التايم، يبقى انا قدرت اعمل ايه؟ تايم فارينج ماجنتيك فيلد. يبقى يا اما غير الماجنتيك فلاكس لينكج، يا اما غير مين الانجل اللي بتوين الماجنتيك فلاكس الماجنتيك فيلد دينستي والدي اس سيرفيس اريا، يا اما غير مين السيرفيس اريا نفسها مع التايم. اي كومباينيشن من الثلاثه كمان يبقى انا ممكن اجنريت بيه تايم فارينج ماجنتيك فيلد.
طيب احنا قلنا على فاراداي لو ما جبناش سيره الايه اللي هي النيجاتيف ساين دي، قال لك النيجاتيف ساين دي قال لك او الماينس ساين دي مين اللي قال اللي عمل لها قانون لينز لو؟ لو عرف الساين النيجاتيف ساين دي اتحطت ليه؟ اللي حطها لينز لو قال لك ليه؟ قال لك لان الانديوزد اي ام اف اللي هي دي مالها؟ قال لك الانديوزد ان ام اف بالدرايف كارنت. الكارنت ده هوز فلاكس، ليه فلاكس، اي كارنت ليه فلاكس، ليه ماجنتيك فيلد، ماله هيرديوس الماجنتيك فيلد بتاع الانديوزد اي ام اف. يبقى الانديوزد اي ام اف عمل ايه؟ جنريت لكرب او عمل درايف لكرنت. الكرنت ده ايه اللي حصل؟ ليه فلاكس. الفلاكس ده يعمل ايه؟ هيقلل، هيعمل ريديوس، هيضاد مين؟ الماجنتيود، هيقلل من الماجنتيود بتاع الانديوزد اي ام اف. هنشوف الكلام ده في الجراف اللي جاي، في الرسمه اللي جايه، في السلايد اللي جاي. بس احنا عايزين نقول برضو حاجه، ان الاي ام اف من الايه ماثيماتيكالي كده نقدر نقول ان الاي ام اف بتزيد مع دايركتلي بروبوشنال مع الدي فاي باي دي تي، ومع ان نمبر اوف تيرنز عدد اللفات للكوندكتنج لوب ده، ده يبقى هي بتتناسب طرديا مع مين؟ مع الان ومع الدي فاي باي دي تي. لكن هي بتتناسب انفرسلي بروبوشنال مع مين؟ مع التايم. طب تعالى نشوف الجراف ده هيوضح الدنيا اكتر. خلينا في الليفت اللي هو الجراف الليفت ده، ده مين؟ ده الدايركشن اوف موفمنت، حركه الماجنت اللي هو عمل جنريت للتايم فارينج ماجنتيك فيلد اهو. تعالى نشوفه هنا كده هو بيتحرك، حركته كده انا واخد بس الموشن في الاتجاه اللي هو مين؟ ان. يبقى الدايركشن حركه الماجنت ان مع مين؟ مع الكوندكتنج لوب او الايه الكلوزد ايه لوب سيركت. دي السيركت دي اللي هو عباره عن كور ايه ملفوف حواليه واير. طيب يبقى اول حركه خدنا حركه الماجنت لما كان ايه؟ ان داخل جوه كده فين؟ في الكوندكتنج لوب. طيب احنا عارفين ان الماجنت هو سورس اوف ماجنتيك فيلد، هو اللي بيكريت ماجنتيك فيلد. طب هو خلاه تايم فارينج ازاي؟ بان هو بيتحرك. يبقى البي ماجنت ده عباره عن ايه؟ ده تايم فارينج ماجنتيك فيلد، عمل لينكينج مع مين؟ مع الكلوزد لوب دي. ايه اللي حصل؟ اول حاجه فاراداي قال لك ايه؟ فده بيجنريت اي ام اف. اي ام اف دي لايك باتري، زي الباتري بالظبط، والبولاريتي بتاعتها هو ماينس بوزيتيف. طيب الام الام اف دي عملت ايه؟ عملت جنريت لكرنت اي. طيب وفي حاجه تانية ما ننساهاش، ان اي اي ام اف ان ده الاي ام الاي ام اف دي فولتج. يبقى ديو تو ايه؟ يبقى في كورسبوندنج ايه؟ الكتريك فيلد. بس الالكتريك فيلد بتاع الان ان هو شكله ايه؟ بيروتيت، روتيتنج الكتريك فيلد. يبقى الارو ده اتجاه مين؟ ده الدايركشن بتاع الكرنت وبتاع الروتيتنج الكتريك فيلد. طيب الكرنت ده عمل ايه؟ بروديوس، عمل جنريت ليه فلاكس. اي كرنت ليه فلاكس ديو تو ايه؟ ديو تو ايه فلاكس. الدايركشن بتاعه هو بالرايت هاند رول هو ده. يبقى ده لو كان بيلف كده نسي ان ده الفاي اي فاي، يبقى ده مثلا نسي ان هو كان بيلف هنا، ده هيبقى ايه؟ بربنديكولار عليه بالشكل ده، وجبناه بالرايت هاند رول. يبقى البي ده مين؟ ده الفلكس بتاع الكرنت. يبقى البي ده الماجنتيك اللي هو ده الماجنتيك فيلد دينستي ديو تو ايه؟ ديو تو الكرنت ده. يبقى بنقول ان الكرنت ده ليه فلكس بي. قال لك ايه؟ قال لك ان البي ده الماجنتيك فيلد ده بي ده بيعمل ايه؟ ده اوبوزيت، مضاد لمين؟ للتايم فارينج ماجنتيك فيلد البي. يبقى بيضاده ليه؟ علشان خاطر لما التايم فارينج ماجنتيك فيلد هنا بيزيد كل ما بيدخل جوه السيركت. شايف كل ما بيدخل يبقى هو كده بيزيد اللينكينج مع مين؟ مع الكلوزد لوب ده. فايه اللي بيحصل؟ قال لك بيحصل ايه؟ في ماجنتيك فيلد تاني بيضاده. طب جه منين ده؟ قال لك ان ده اللي هو عباره عن الفلكس. يبقى الكرنت فلكس، الفلكس اللي هو الكرنت ده عامل جنريت لفلكس الماجنتيك فيلد اللي هو بيضاد اوبوزيت لمين؟ للتايم فارينج ماجنتيك فيلد. فعشان كده جينا هنا ده هي معنى الماينس او النيجاتيف ساين اللي موجوده في مين؟ في فاراداي لو. طب تعالى بقى نشوف ازاي هيضاده لو هو بقى الحكس حركه. شوف لو الماجنت بقى جاي كده شوف طالع
اوت منين؟ اوت. شوف لو الدايركشن بتاع الموفمنت بتاع الماجنت اهو. فاصبح دلوقتي تايم فارينج ماجنتيك فيلد بايه؟ مش بيزداد، بيقل. ليه؟ لانه خارج، شايف بيقل، ما هو كده بيزيد، كده 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 بيقل. فايه اللي حصل؟ قال لك شوف بقى ايه اللي حصل، الاي ام اف اتجاهها اتعكس، وايه اللي حصل؟ والكرنت اتجاهه اكيد هيتعكس، وبناء عليه طبعا احنا عارفين ان في الاي ام اف بيبقى ديو تو ايه؟ روتيتنج الكتريك فيلد، والاي ام اف بيجنريت كرنت، والكرنت ده ليه فلكس، حددناه مين؟ بالرايت هاند رول. بقى اتجاهه كده، بقى بيضاد، يبقى معنى ذلك بيحاول يزود مين؟ بيحاول يضاد مين؟ الفلكس. التايم فارينج ماجنتيك فيلد اللي هو كان ايه؟ ابلايد على الكوندكتنج لوب ده. يبقى عرفنا ايه معنى الساين ده. يبقى معنى ذلك لما كان الماجنت التايم فارينج ماجنتيك فيلد ده بيقل، ما هو بقى بيقل في الحركه دي كده، بقى بيقل، بمعنى ذلك الاندوسد اي ام اف بقت بتقل. لقينا ايه؟ ان في الكرنت الاي ام اف دي بتجنريت كرنت، اللي الفلكس بتاعه هيعاكس ايه؟ مين؟ التايم فارينج ماجنتيك فيلد ده هيعكس اتجاهه، بحيث ان هو يزود مين؟ الايه؟ الفلكس، اللي هو هيبقى ايه؟ لينكينج لمين؟ للكوندكتنج لوب ده. طيب لما الماجنت يرجع برضو يدخل تاني ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام. هي ايه اللي هيحصل؟ نبص على الحركه دي لما يرجع. لو كان ايه اللي هنا حصل؟ ان هنا كان هنا النورث بتاع الماجنت هنا هو اللي كان قريب من كلوز للكوندكتنج، لو احنا قلبنا الايه؟ قلبنا الماجنت ده بحيث ان هو ايه؟ السورس ده، فالدايركشنز هتتعكس. ليه؟ لان احنا عارفين ان في حاله ان الماجنتيك فيلد هنا بيكون طالع منين؟ بيبقى ده طالع من النورث وبيدخل على مين؟ على الساوز. فمعنى ذلك اللي في الحاله دي لما هو هيكون بيدخل، يبقى معنى ذلك ايه؟ ان التايم فارينج ماجنتيك فيلد هيقل، اللي لينكينج لمين؟ للكوندكتنج لوب ده. فمعنى ذلك ان الكرنت الفلكس بتاع الكرنت ده هي ايه؟ هيبقى في اتجاه مضاد، هيزيد. طالما الماجنتيك فلاك اللي هو التايم فارينج ماجنتيك فيلد بيقل، يبقى الماجنتيك فولس ماجنتيك الماجنتيك فيلد ديو تو الكرنت ده هي ايه؟ هيزيد، هيبقى في اتجاه معاكس. معناه ان هو هيبقى في اتجاه معاكس، لو كانت البي بيقل يبقى معنى ذلك ان البي هيبقى في اتجاه ايه؟ معاكس، بايه؟ بيزيد. طيب احنا عارفين ان الاي ام اف الكتروموتيف فورس ده اللي هي عباره عن فولتج، قلنا اللي هي لايك باتري، ده بيكون ديو تو ايه؟ الك روتيتنج الكتريك فيلد، وشفنا ازاي ان هو بيروتيت، صح؟ اي هيبقى بقول ايه الاندوس دي ام اف هي اي دوت دي ال. طيب والفاي هي عباره عن بي دوت دي اس، فروح لعاملين ايه؟ فممكن ان احنا كده نعمل ايه؟ ممكن نخلي كمان ايه؟ دي بارشال دي او دي دي باي دي تي تدخل جوه، تمام؟ طيب في حاجه تانية كنا عارفين ان ما ننساهاش، ريممبر ان احنا لو عندنا ان احنا بن ايه؟ بن انتجريت اوفر ايه؟ كلوزد لوب، ممكن ايه؟ ريبليسو باي ان انا اعمل انتجريت باي ايه؟ بان انا اخلي الفيلد ده لو اي دوت يبقى اجيب الكيرل بتاعه، كيرل الاي دوت دي ايه؟ دي اس. طيب وممكن اعمل ايه؟ اخلي ده هنا كده، يبقى اعمل ايه؟ يبقى ده عباره عن الانتجريشن بتاع بي ايه؟ دي دي اس، ده قصدي اخلي سوري اخلي هنا الديفرنشيشن هنا يدخل على البي، يبقى ايه؟ يبقى البارشال بي باي بارشال ايه؟ باي بارشال تي دوت دي اس. يبقى انا هنا ممكن اكتبها بالشكل ده، يبقى عباره عن بارشال بي باي بارشال تي دوت دي اس ماينس، يبقى ده انا كتبت اللور الرايت هاند سايد، وده هينزل زي ما هو، تمام؟ طيب يبقى معنى ذلك ايه؟ ده دوت دي اس وده دوت دي اس، ونفس الانتجريشن على نفس السيرفيس، تمام؟ يبقى معنى ذلك ان انا اقدر اقول ايه؟ يبقى ما اقدر انزل اقول ان الكيرل بتاع الاي هو نفسه، يبقى الكيرل ده ايكوال مين؟ بارشال بي باي بارشال تي، وما انساش الايه؟ الماينس. يبقى قال لك ممكن نقول ايه هنا بقى من الكلام ده؟ ممكن نقول يبقى بنقول ايه؟ بنقول ان التايم فارينج ماجنتيك فيلد بيجنريت روتيتنج الكتريك فيلد، بس عايز اقول حاجه ان الالكتريك فيلد عمر يعني طبيعته مش بيروتيت. فقال لك بنقول عليه باسمها سبيشال بروبريتي اوف سيركيوليشن. يبقى ده هو ده يعتبر الفاراداي لو، برضو في اللي هو يعتبر الفورمولا النهائيه بتاعته، ان احنا بنقول ان التايم فارينج ماجنتيك فيلد بيجنريت روتيتنج الكتريك فيلد.
قال لك بس ايه الروتيتنج الكتريك فيلد ده اللي احنا شفناه بيه روتيت صح، وكان نفس دايركشن الايه الكرنت. قال لك ايه؟ قال لك ان هو نون كونسرفيتيف. ما اقدرش ان انا اعبر عنه اقول ان هو الجراد بتاع السكيلر بوتنشال، ما اقدرش اقول ان الايه نيجاتيف جراد الايه ما اقدرش اقول ان الايه نيجاتيف جراد الفي سوري، يبقى الاي ماينس جراد الفي ده في حاله واحده، لما يكون مين؟ لما يكون فين ده؟ لما يكون فولتج. لكن دي اي ام اف، والاي ام اف احنا ما يقدرش نقول ان نقول نيجاتيف جراد الاي ام اف. ليه؟ لانه احنا قلنا ان هو روتيتنج الكتريك فيلد، يبقى هو نون كونسرفيتيف، يبقى انا ما اقدرش اطبق عليه، ما اقدرش اعمل له ريبريزنتو بان هو عباره عن الجراديانت اوف سكيلر بوتنشال. تمام، دي حته مهمه جدا جدا. يبقى احنا لازم نبقى عارفين ايه الرول بتاعت مين الفاراداي لو. قال ايه؟ قال ان هو التايم فارينج ماجنتيك فيلد هيجنريت روتيتنج، او ايه هيجنريت روتيتنج الكتريك فيلد. في 3 كيسز للفاراداي لو. اول كيس لو ستيشنري سيركت ان ا تايم فارينج ماجنتيك فيلد، دي اللي لسه احنا شايفينها. ادي ده مثلا السيركت عباره عن ايه كلوزد لوب اهو سي، والمفروض علشان ان انا اعمل ميجر ل عايز اعمل ميجر للانديوسد اي ام اف، وبيحصل لها لينكينج باي تايم فارينج ماجنتيك فيلد. هو ده التايم فارينج ماجنتيك فيلد. فاحنا قلنا ان هيبقى في اي ام اف هتانديوسد فين؟ في الاستيشنري كلوزد لوب دي، وهي عباره عن ايه؟ هي عباره عن النيجاتيف ريت، النيجاتيف ريت لمين؟ للماجنتيك فلاكس لينكينج لمين؟ للسيركت دي، وده الماجنتيك فلاكس اللي هو لينكينج للسيركت دي. تعال نشوف اكزامبل. اكزامبل بيقول لك a circular loop of n turn. يبقى دي سيرك، تعال نتخيله كده، ده سيركل لوب اوف n turn. هناخد بس احنا نتخيل بس لفه واحده مش n turn. اوف كوندكتنج واير فين؟ في الاكس واي بلين. هنفترض ان هو ده الاكس واي بلين، والسنتر بتاع اللوب ده فين؟ عند في الاوريجن اللي هي 0 0 0. وقال لك ان في ماجنتيك فيلد ابلايد عليه اللي هو البي ده، والماجنتيك فيلد ده عرفت ازاي ان هو تايم فارينج؟ ان هو فانكشن فين؟ في التايم. طيب والدايركشن بتاعه فين؟ في اتجاه الزد هاد، يعني في اتجاه الاي زد. تمام، قال لك ايه؟ وطبعا هو برضو فانكشن في مين؟ في الراديوس. وده قال لك ان الراديوس بتاع اللوب ده بي، واوميجا تي ده الانجولار ايه فريكوانسي. طيب عايز ايه؟ قال لك انا عايز الانديوسد اي ام اف بتوين التو تيرمينالز بتاع مين؟ لو انا خدت هنا تو تيرمينالز عايز اجيب الفي انديوسد، عايز اجيب الانديوسد اي ام اف الالكتروموتيف فورس اللي انديوسد لما اعمل ايه؟ لما يكون في تايم فارينج بي ماجنتيك فيلد، تايم فارينج ماجنتيك فيلد هيعمل لينكينج مع مين؟ مع الكوندكتنج لوب ده. طيب اول حاجه اجيب مين؟ الفاي. الفاي هي ايه؟ نكتب كده معلش، الفاي هي الانتجريشن بتاع الانتجريشن اهو بتاع بي دوت دي اس. طب البي في اتجاه مين؟ في اتجاه الزد. يبقى انا برضو عايز مين؟ عايز الاس اللي في اتجاه الزد صح. طيب الاس اللي في اتجاه الزد اللي هي عباره عن ايه؟ دي اس، معلش نكتبها هنا، في اتجاه الزد هي عباره عن نتخيلينها احنا سلندريكال، يبقى ار دي ار دي ايه فاي. طيب يبقى اقدر اكتب الكلام ده، اجيب الفاي اكتب له بقى ايه؟ اعمل سبستيتيوشن اهوت. يبقى ار دي ار دي فاي. هل البي فيه حاجه في الفاي؟ لا. طب الفاي من كام؟ من 0 ل 2 باي. يبقى نكتب نقدر نكتب ايه؟ يبقى الانتجريشن من 0 ل 2 ايه باي، ده بالنسبه لمين؟ للفاي، ونكتب دي فاي هنا صح. طيب بالنسبه للار، الار من 0 لمين؟ لبي. الراديوس بتاع مين؟ الكوندكتنج لوب. طيب هل في، ونكتب هنا دي ار، هل في بي؟ فانكشن في الار. يبقى اكتب هنا بي نوت. بي نوت كام؟ كوزاين
احطها زي ما هي بالانجل بتاعها في ساين اوميجا تي. طيب ده ساين اوميجا تي ده كونستانت، والبي نود ده كونستانت، اطلعهم بره مين؟ اهم طلعتهم، ادي بي نود وساين اوميجا دي طلعتهم بره الايه، بره الانتجريشن. طيب الفاي هل في حاجه هنا جوه الانتجريشن فانكشن في الفاي؟ لا، في يبقى معنى ذلك يبقى الفاي عوض عنها ب 2 باي، ب 2 باي المفروض هنا في 2 باي، يعني اشيل ده كده، هشيل ده والايه والانتجريشن ده واخليه ايه 2 باي. فاضل مين؟ ازاي انا اعمل انتجريشن للكلام ده؟ هيتبقى لي مين اللي هو مين؟ كوزاين في مين؟ سوري، هنا في ار دي ار، مش احنا قلنا ان دي اس هي عباره عن ار دي فاي؟ خلاص حطيت دي فاي اهي، وادي الدي ار اهي، ار دي ار اهي. ده فانكشن في مين؟ الكوزاين فانكشن في الار، صح؟ يبقى انا فاضل اعمل ايه؟ اعمل انتجريشن للكوزاين اللي هي فانكشن في الار مع الار دي ار اهو. يبقى انا هعمل مين؟ من زيرو لمين؟ لبي. ده لي فورمولا اهو، واروح بايه عامل سبستيوشن بالفورمولا دي. بعد ما اعمل سبستيوشن واعوض في الفاي، اقدر اطلع الفاي في الصوره بتاعتها دي كده. جبت الفاي الماجنتيك ايه فلاكس اللي هو ماشي تايم فارينج ماجنتيك فلاكس. طيب هو عباره عن ايه؟ فانكشن اوف تايم. طيب اعمل ايه بعد كده؟ عايز اجيب الانديوس دي ام اف. الانديوس دي ام اف دي اللي هي فاراداي ليو ال في انديوسد، هي عباره عن مين؟ النيجاتيف ساين بتاع الان في الدي فاي باي دي ايه تي. طب الدي فاي باي دي تي قبل ماينس الان هي نزلت ايه؟ فاضل بس ان انا اعمل ديفرنشيشن للفاي، الفاي بالنسبه للايه التايم. طب ايه الحاجة؟ كل ده كونستانت ما عدا ده، ديفرنشيشن الساين بكوزاين، وديفرنشيشن الانجل الاوميجا تي بايه؟ باوميجا، وكل ده ينزل كونستانت زي ما هو. يبقى انا كده جبت الانديوسد اي ام اف. لاحظت ايه؟ لاحظت ان هي 90 ديجري اوت اوف فيز مع مين؟ مع البي. طب ممكن اجيب الانديوسد اي ام اف ان ترمز اوف الميوتشال اندكتانس؟ ما انا عارف ان الميوتشال اندكتانس هي عباره عن ال 1 2 اور ال 2 1، هي عباره عن فاي 1 2 اوفر اي اي 1 وفاي 2 1 اوفر اي اي 2، تمام؟ وممكن اروح شايل الفاي 1 2 فاي 1 2 اور فاي 2 1 ونحط مين؟ ال 1 2 في مين؟ في الاي 1. فرحت عامل ايه؟ شلت الفاي 1 وحطيتها بمين؟ بالاي 1 ال ايه 1 2. طب هي مش واضحه قوي هنا لان انا ما كانش عندي تو سيركتس، يعني كنا دايما بنقول ميوتشوال اندكتنس لما كنت بتبقى واضحه فين؟ لما يبقى في لينكينج بتوين تو سيركتس. تعال نشوف اكزامبل عشان نفهم الكلام ده جه ازاي. قال لك تو سيركولار كويلز، سيركولار كويلز اوف ريديوس اي وبي. فين دول؟ ادي اول واحد اهو ايه، وتاني واحد اهو الديامتر بي 2 بي يعني الراديوس بي. واول واحد اللي هو السيركل الدوب ده كام لفه؟ ان 1 لفه، واللي تحت ده ان 2 ايه لفه. طيب زي الفل. قال لي انا عايز الانديوسد فين؟ في السمولر لوب. فراح حاطط هنا ايه سيركت وصل، وعايز يشوف مين الانديوسد دي ام اف، حط جلب فانوميتر اهو. يبقى معنى ذلك فين؟ يبقى معنى مين اللي ستيشنري؟ طالما اللي بقيس فيه الاي ام اف يبقى اكيد مين ان 2 ده اللي هو مين؟ ستيشنري ايه؟ ستيشنري سيركت. يبقى هي دي الستيشنري سيركت. ليه؟ عشان هي دي اللي انا بقيس فين الاي ام اف، فين؟ بتوين التو ايه تيرمينالز بتاعتها. طيب قال لك لو كان الكويل ده بقى هو اللي فيه ايه تايم فارينج كارنت اي. طيب اول حاجة ابدأ ازاي؟ يبقى انا اول حاجة لازم اجيب مين؟ اجيب مين؟ اجيب الماجنتيك فيلد بتاع مين اللي هو في السيركت. هيبقى دي هتبقى سيركت 1 ودي سيركت ايه 2. طيب هجيب مين؟ بي 1. بي 1 عارفين ازاي؟ كنا بنجيبه ديو تو سيركلر لوب اللي هو ايه ده كام لفة؟ ان 1 لفة، تمام؟ وكنا بنقول ميو اد ميو اي اوفر ايه 4 باي ار، ار دي اللي هي ايه من السنتر،
تمام، انا هجيبه هنا للينكينج لمين؟ في الايه، فالبقار اللي هي عبارة عن ايه، تمام، كنا بنشوف دايما لما كنت بجيب ايه، لما كان بيبقى عندي ارك وعندي لاين، صح؟ نراجع، كنا بنعمل ايه؟ الار دي كنت بشوف هو ايه، هو عبارة هنا عن ارك ولا ايه، ولا عبارة عن سيركل؟ سيركل، يبقى سيركل، يبقى احط كام الراديوس بتاع السيركل، تمام. كنا بنجيب ايه، الار ده هو الايه، الراديوس بتاع الارك اور ايه، اور السيركل، تمام. وبعد كده كنت بضرب في الفاي، الفاي اللي هي كام هنا ايه، ده سيركل، يبقى كام؟ 2 باي، تمام. طيب والدايركشن بتاعها عبارة عن ايه؟ عبارة عن زد هيد. عرفت ازاي؟ بالكرنت. طبق الرايت هاند رول، هيديك ان هو مين، في اتجاه الاي زد. طيب يبقى عوضت عن الار بايه، ميو نود اي زد ايه هيد، وطلع لي كده مين ده، يبقى ده بي 1، وهتنسى ان ده بي ايه 1، ده الماجنت تايم فارينج ماجنتيك فيلد اللي هيعمل لينكينج في الاستيشنري سيركت اللي هي دي. طيب عايزين نجيب ال 1 2، نجيب الاول من ده الفاي، فاي يبقى دي فاي 1 2، يبقى اللينكينج بتاع التايم فارينج بتاع السيركت الاولانيه في مين، في السيرفيس بتاع مين، بتاع الاستيشنري سيركت، كنا بنكتبه ايه، بي، هيبقى بي 1 2 في مين، في الاس بتاع 2، سوري بي 1، قصدي ما فيش حاجه اسمها بي 1 2، بي 1 دوت، ده يبقى الماجنتيك تايم فارينج ماجنتيك فيلد بتاع 1 في مين، في الاس، وهتفتكر ان دي دوت، دي في تايمز، تايمز مين، الاس. طيب بي 1 احنا جبناه، طب اس 2 ده اللي هو مين، اس 2 دي اللي هي باي بي سكويرد، طيب بي 1 اهو عوضنا، يبقى احنا كده جبنا مين، فاي 1 2. بس في حاجه نسيناها، احنا دلوقتي كده عشان نجيب مين، احنا جبنا هنا، كنا جبنا فاي دي ديو تو 1 تيرن، احنا جايبينها هنا مش ديو تو 1 تيرن، يبقى اضرب هنا في ايه، في ان، ان كام، ان 2، تمام. يبقى انا هضرب ده كله طبعا بقى، خلاص مش عايز الدايركشن، البي ده في مين، لان انا خلاص الاستاد، خلاص عايز البي بس في مين، في الاس ان. ليه اس ان؟ علشان لما جبت جبت الماجنتيك فيلد جبت ديو تو ان تيرن، مش جبت ديو تي ايه، لفه واحده. فنفس الكلام، يبقى لما هعمل لينكينج مع السيرفيس ده هجيب ديو تو كو برضو ليه، الانات كلها بتاع السيرفيس ده، فضربت في ان 2 فيديك مين، جبت مين، فاي 1 2. اجيب ازاي اللي هو ده، بان انا اجيب منه الميوتشال اندكتنس، بنقسم الكلام ده اوفر مين، اي، اي مين، اي 1، لان انا بجيب ال 1 2، فيبقى الاي ال 1 ده بيسميه الكرنت اللي هنا اللي هو عباره عن اي، بسمينه اي، صح، الكرنت اللي هو بيفولو في السيركت الاولى هو اي، يبقى هقسم ده على اي، يبقى انا جبت ال 1 ايه 2. طيب اجيب ازاي الانديوسد اي ام اف؟ طبعا عندي رول لسه جايبه اهو، قال لك ماينس ال ال 1 2 دي اي باي دي تي، يعني معنى ذلك ايه، بس هقل، ما هجيب ماينس، احط ماينس واعمل ايه، دي اي باي دي تي. طيب ده ال ال 1 2 فين، اي دي اي باي دي تي فين، ال 1 2 دي اي باي دي تي، ادي الاي باي دي تي، انت اعمل ديفرنشيشن للساين بكوزاين، والانجل بتاعتها بالاوميجا، وينزل الاي نود زي ما هو. طيب يبقى ماينس ال 1 2، ادي ال 1 2، ودي ده اللي هو مين، دي اي باي دي تي، يبقى انا جبت كده الانديوسد اي ام اف ان ترمز اوف مين، الميوتشوال اندكتنس. الكيس الثانيه من فاراداي، اموفينج مين، اموفينج كوندكتور ان ستاتيك ماجنتيك فيلد، اه يبقى الابلايد فيلد هنا هو ستاتيك، ستاتيك يعني كونستانت، يعني مش تايم فارينج ماجنتيك فيلد. طيب وايه اللي بيتحرك دلوقتي؟ اللي بيتحرك هو الكوندكتور نفسه. فقال لك ده لو هنا ده عندي فريم اهو، الشكل ده، الشكل ده هو ده، هو ده، هو ده، بس ده يعني بنوضحه اكتر هنا، يعني باين اكتر هنا، ده فريم، والفريم ده بيتحرك على، بيتحرك عليه كوندكتور اهو، ماشي، والكوندكتور ده هو اللي هيجي لما بسبب الحركه دي
برضو نفس الكلام، لقينا ان في induced EMF موجودة فين؟ هتبقى في التيرمينالز بتاع مين؟ الكوندكتر المتحرك ده. طب الكوندكتر ده بيتحرك بايه؟ بسرعة U، تمام. والمفروض ان هو هيبقى عبارة عن positive و negative charge هتبقى موجودة عليه، هتبقى في induced negative و positive charge على الكوندكتر ده اللي بيتحرك او البار اللي بيتحرك ده. وقال لك ان التشارج دي هتتعرض لمين؟ لفورس اف، الاف ام دي. طب نجيب الفورس دي ازاي؟ بان احنا نضرب الكيو في الفيلوسيتي بتاعت مين؟ الفيلوسيتي بتاعت الكوندكتور ده كروس مين؟ كروس الماجنتيك فيلد دينستي. طيب يبقى انا اقدر اجيب الانديوسد اي ام اف ازاي؟ بان انا اقول ان هو عباره عن الفورس اوفر مين؟ الكيو دي احنا عارفينها صح، اللي هي برضو بتساوي ايه؟ الفلوستي بتاع السرعة بتاع حركة الكوندكتور ده في الاستاتيك ماجنتيك فيلد كروس مين؟ البي. طيب لو انا حبيت اجيب الانديوزد اي ام اف، احنا لسه قايلينها قبل كده ان هي بتبقى عبارة عن اللي هو الالكتريك فيلد ده دوت الدي ال. طيب 1 2 ده علشان هو بيكون دايركتد الكتريك فيلد بيكون من التيرمينال 1 للتيرمينال 2 بتاع الايه؟ الموفينج كوندكتور. يبقى برضو بنسمي الايه دي؟ بنسميها اللي هو الكورسبوندنج الكتريك فيلد، ده اللي هو بيكون ديو تو مين؟ احنا قلنا اي الكتريك فيلد، احنا ممكن بنقول العكس يعني ان هو بيكون اي ام اف بيكون ديو تو كورسبوندنج ايه؟ الكتريك فيلد موجود فين؟ في الموفينج كوندكتور، تمام. احنا قلنا ان اي قلنا اي فولتج اور اي ام اف بيبقى ديو تو كورسبوندنج ايه؟ الكتريك فيلد. وقلنا الكتريك فيلد هيبقى دايركتد من التيرمينال 1 ل 2، فبنكتب 1 ايه؟ ل 2، وهو يبقى عبارة عن ايه؟ دي ال ده اللي هو مين؟ الديفرنشال لينس من الموفينج كوندكتور. وقلنا اليو دي اللي هي ايه؟ الفيلوسيتي اللي الكوندكتور ده بيتحرك بيها، والبي ده اللي هو الايه؟ ده اللي هو الاستاتيك ماجنتيك فيلد اللي ابلايد على الموفينج كوندكتور ده. طب هو ان الكوندكتور ده بيتحرك كده انت شايفه، فدي لو هو هنا بيعمل ايه؟ كلوزد ايه؟ سيركت صح؟ كلوزد لوب سيركت. فمعنى ذلك انك ان هي الاي ام اف دي برضه هتبقى متحركه، فبيسموها موشنال اي ام اف. ليه؟ عشان كل شويه، لان الكوندكتور اللي هي بتكون جنريتد اكروس التيرمينالز بتاعته بيكون ايه؟ متحرك، بيسموها موشنال اي ام اف. تعال نشوف اكزامبل على الموفينج كوندكتور ان ستاتيك ماجنتيك فيلد. عندك لو انا عندي بار، البار اهو قال لك بيتحرك اوفر ايه؟ الكوندكتنج ريلز دي، تمام. وقال لك ان هو في يونيفورم يعني كونستانت او ستاتيك ماجنتيك فيلد، والبي هو عباره عن اهو شايف ان هو هل هو تايم فارينج؟ لا، ده حاجه كونستانت، بي نود في اتجاه الزد، والزد اوت اوف بيج اهو. قال لك ويز كونستانت فيلوسيتي، الفيلوسيتي بتاعه الحركه بتاعته في اتجاه الاي اكس، يعني بيتحرك في الاتجاه ده كده اهو زي ما احنا محددين. قال لك عايز يحدد مين؟ الانديوس دي ام اف. لو دي انت على طول ما تقراهاش فولتج تبقى عارف ان دي ام اف، اللي هات ايه؟ هتظهر اكروس مين؟ الاوبن تيرمينالز بتاع مين؟ الاي والبي. طيب يبقى المفروض ان هو احنا قلنا ان هي اصلا عشان هي اسمها موشنال اي ام اف، عشان الموفينج كوندكتور ده بيتحرك فبيسموها موشنال اي ام اف. طيب نبدا ان دلوقتي اول حاجه ان ايه؟ نكتب الرول اللي احنا لسه جايبينها، ان هو بيبقى عباره عن ايه؟ نعمل انتجريشن لمين؟ v كروس b، v اللي هي مين؟ الفيلوسيتي اللي بيتحرك بيها في كروس ال b، تمام. يبقى كروس مالتيبليكيشن ال v هي اي اكس كروس اي زت يديك ايه؟ اي زت يديك ايه؟ ماينس اي واي صح؟ خلاص. فطلعت او بيسموها واي هات زي ما هم كاتبين، اي حاجه واي هات اي واي مفيش مشكله. يبقى يديك واي هات وبضرب الكونستنت في بعضيها، بي نود في الفي نود، الفي نود في البي نود صح. يبقى انا جبت مين؟ الفي اللي هي الفيلوسيتي اللي بيتحرك بيها الكوندكتور كروس مين؟ الاستاتيك ماجنتيك فيلد الابلايد، عطاني مين؟ بي نود، في نود، بي نود ايه؟ ماينس واي هات. طب عرفنا جبنا الماينس دي، والدي ال هو عباره عن ايه؟ ده ديفرنشال لينث من الموفينج كوندكتور، يبقى هو عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن دي واي في الواي هات. يبقى يديك الماينس تيجي واي هات دوت واي هات بايه؟ ب1،
يديك مين؟ في نوت دي بي نوت تطلع بره الانتجريشن، والدي واي هانتجريت منين؟ من النيجاتيف تيرمينال للبوزيتيف ايه تيرمينال، يديك كام؟ اللي هو من هنا من سي لدي اللي هو اللينس بتاعه اللي هو كام؟ ال. طيب عايز ايه اعمل ايه الام الايموشنال اي ام اف دي، عايز ريبريزنتها او اعملها انالايز ان ترمز اوف مين؟ الفاراداي لو. احنا عارفين ان الدي فاي هي عباره عن بي دوت دي اس. طب ازاي هجيب دي اس؟ قالك ان انا هتخيل ان الموفينج كوندكتور ده هيكون 2 دي. عباره عن ايه 2 دي ده؟ 2 دي متحرك، يبقى عباره عن سيرفيس ديفرنشال سيرفيس اريا متحركه. طب ازاي هيبقى عباره عن اللينس فيها؟ هيبقى عباره عن الدي ال، والويتس اللي هو هيبقى الفي دي تي. يبقى انا اتخيلت ان الحته دي كده هي الفي دي تي، يبقى الدي اس هي عباره عن مين؟ يبقى عباره عن اليو دي تي او الفي دي تي كروس الدي ال. يبقى انا جبت مين؟ جبت الدي اس. اعمل ري ارينج للايكويشن دي تاني كده، يبقى قدرت اعمل ايه؟ اقول ماينس يو كروس بي دوت دي ال دي تي. اقدر يبقى انا لو حبيت اجيب الفاي اعمل ايه؟ انتجريشن للكلام ده، يبقى هو انتجريشن يو كروس بي دوت ال دي تي. طيب لو انا حبيت اعمل ريبريزنت للكلام ده باستخدام فرضيه لو، فرضيه اقول ماينس دي فاي باي دي تي. طب وانا عندي الفاي صح؟ اجيبها ازاي؟ يبقى دي او عندي سوري عندي دي فاي او الفاي اجيبها ازاي؟ بان انا اقسم اوفر ايه دي تي، يبقى يديك ايه يو كروس بي دوت دي ال، نفس الايرور اللي احنا كنا مستنتجينها قبل كده. تعال نشوف اكزامبل على الموفينج كوندكتور ان ستاتيك ماجنتيك فيلد. عندي ريكتانجلر كويل، ادي ويت وادي اللينس كام، وفين في ابلايد ستاتيك ماجنتيك فيلد بي اهو الدايركشن بتاعه في اتجاه الاكس. فايند عايز الانديوس دي ام اف في مين؟ في الكويل ده. لو هو بيروتيت بانجلر فيلوستي كام؟ اوميجا نود. اباوت اتس اي اكسيز اللي هو مين؟ الزد اكسيز. انا عارف ان الفاي، انا لو جبت الفاي خلاص هي البي في الاس في الكوزاين الانجل اللي بينهم. طب هو على طول بيروتيت بايه؟ بانجل كام؟ اللي هي مين؟ الفاي دي. طب نجيبها ازاي؟ هو بيروتيت بايه؟ باوميجا انجلر فيلوستي. عشان اجيب منها الانجل اجيبها ازاي؟ بضرب الاوميجا في التي، يبقى جبت مين؟ الفاي الانجل اللي بتوين مين؟ الماجنتيك فيلد والاي والسيرفيس اريا. طب والاس اللي هي مين؟ الاي في البي. يبقى انا جبت الفاي، هعمل ايه؟ اجيب دي فاي باي دي تي صح، واضرب في ايه هنا؟ نسينا هنا الماينس، لا بس هنا عشان الديفرنشيشن بتاع الكوزاين بايه؟ بماينس ساين، فالماينس في الماينس بتبقى ايه؟ بوزيتيف، والكوزاين الديفرنشيشن بتاع بعمل ديفرنشيت للانجل تبقى اوميجا صح. طب تعال نشوف الكيس الثالثه اللي هي الكومباينيشن بقى من الاثنين. لو في موفينج سيركت وفي تايم فارينج ماجنتيك فيلد، فالانديوس دي ام اف هتبقى الانديوس دي ام اف هتبقى حاجتين اللي هي اسمها ترانسفورمر اي ام اف، دي اللي احنا جبناها في اول حاجه لما كان تايم فارينج ماجنتيك فيلد بيعمل لينكينج في ايه؟ في ستيشنري سيركت هنا، ودي تاني واحدة لما كان بقى الماجنتيك فيلد كان ستاتيك وبيعمل ايه، واللي بيعمل لينكينج مع مين؟ دي الموفينج كوندكتور، فاكن اسمها موشن الاي ام اف. يبقى هو يبقى عبارة عن سوبر بوزيشن للاتنين، وبعد كده اجيب مين؟ اقدر اجيب مين؟ الانديوس دي ام اف، وده بيسموها جنرال فورم في الفاراداي لو.